بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. واحدة من ضمن النقط اللي جدا قوية في فاونديشن الأيكونز بتاعها. طيب نفتح جوجل ونسيرش على فاونديشن أيكون. أول نتيجة بتكون عبارة عن فاونديشن أيكون فونتس 3 من بلاي جراوند، أول نتيجة يا جماعة. طيب لو فتحنا الموقع في فاونديشن ايكون فونت 3 هنبتدي نعمل داونلود للمكتبه دي. المكتبه دي طبعا يا جماعه بعد ما بتنزل طبعا بملف مضغوط زي كده، كليك يمين واكستراكت عليه، تفك الضغط بتاعه، هتلاقي ان انت عندك فاونديشن ايكونز فيها شويه خطوط، مجموعه خطوط، وفيها مجموعه من الايكونز، وفيها الاس في جي هات، يعني ان شاء الله باذن الله نقص الحديث ده في اتش تي ام ال 5. الدوت مجموعه الايكونز نفسهم يا جماعه. طيب سي، كل اللي انت محتاجه ان انت تحاول تربط الفولدر ده بال اكزاكتلي بالظبط بالشغل بتاعك. طيب انا هاخد الفولدر ده بكوبي، والمكان اللي فيه الفاونديشن بتاعي ده هبتدي انا كنت نسخته قبل كده، هبتدي اعمل بيست عليه. تمام، لقيت الفولدر بتاعي، هبتدي اغير اسمه علشان فاونديشن ديت كبيره شويه، هخليها انا بس ايه ايكونز بس يعني. تمام، دي باك سبيس ايكونز بس. اوكي رايت، جوه الايكونز اللي يهمني طبعا ملف الفاونديشن ايكون دوت سي اس اس، ده اللي فيه الشفرات بتاعه السي اس اس بتاعي. تمام كده، انا نزلت مكتبه الايكونز ومكتبه الخطوط كمان لو انا كنت عايز اشتغل على الخطوط بس. السيشن بتاع النهارده راح اتكلم عن الايكونز بس يا جماعه. رايت، ما في مشاكل. راح نروح على ملف الاندكس بتاعنا احنا شغالين عليه من فتره. ماشي، انا هنسخ الكود ده بكنترول دي يا جماعه، وهبتدي احط الراب بتاع المكتبه بتاعت الايكونز. يا شباب بمنتهى البساطه، مكتبه الايكونز ديت الحاجه اللي انت نزلتها اللي هي الايكونز دي، لو ضغطت دبل كليك على البريفيو، دبل كليك عليها، هتلاقي ادي مكتبه الايكونز اللي حضرتك نزلتها، ايكونز مختلفه بمكتبه كبيره طبعا يا جماعه، كبيره كبيره. الحاجه اللي حضرتك محتاجها جاست انت بتبتدي تكتب اسمها وتحطها هناك، وبيتم ادراجها جوه المساحه بتاع الموقع تبعك. تمام اوكي، ما فيش مشاكل. خلونا نربط بالكلام ده، احنا كنا حاطينها في الفولدر اللي اسمه ايكونز، والملف خلينا طيب ماشي بدل سي اس اس يعني هنروح نكتب ايكونز ونسيب السلاش وما اسموش اب دوت سي اس اس اللي فيه الايكونز بتاعي. يا جماعه الملف اللي فيه الايكونز بتاعي هو ملف الفاونديشن ايكون دوت سي اس اس، انا هاخده كله بكوبي واحطه في المسار ده ببيست كنترول اس. كده انا ربطت القصه بتاعي، كده بيجي انا ربطت مكتبه الايكونز بالصفحه اللي انا كنت شغال عليها. ففي الحاله دي لو انا استدعيت اي اسم من الاسماء اللي انا بعمل لها بريفيو دلوقتي راح يشتغل معايا بمنتهى البساطه، لانه مربوط بال فاونديشن فريم ورك بتاعي الصفحه الرئيسيه. رايت اوكي، خلونا نستخدم الامر الثاني. الحاجه الجميله اللي في الموضوع يا جماعه، انت لما تيجي تحط ايكون معينه للقائمه بتاعك عندك بتعمل شويه حاجات كده. اولهم ان التكست بتاعك بتحوطه بالسبان، يعني ادي كلمه 1 اللي انا عايز احط الايكون على شمالها بحوطها بالوسم سبان. اوكي يا جماعه رايت، جميل جدا. اوكي ادي كنترول اس، بعدين بتروح بتدرج وسم اسمه اي. الوسم اي ده يا جماعه فور ايكون رايت اوكي، ده عشان تدرج ايكون، ما بتحطش حاجه ما بين الرسم اي بدايه ونهايه باستثناء ان انت بتحط الكلاس. تمام، وفي الكلاس بقى بتبتدي تختار الاسم بتاع الايكون بناء على صفحه البريفيو اللي احنا لسه فاتحينها مع بعض. يعني انت عندك اهو فيرست براش، ادي اسمه اهو. تمام، هتروح واخد البتاعه ديت بكوبي، انا مش حديثي عن المجسات، انا هاخد الاسم بس بكوبي، وده الكلاس بتاعي، هروح احطه جوه الكلاس ده. طبعا انا ايه هشيل النقطه دي واعمل كنترول اس يا شباب، ارجع للتصميم بتاعي في الصفحه بتاعتي واعمل ريلود، هلاقي ان ادي الايكون بتاعتي اضافت على شمال العنصر ده. نفس الفكره لو انا كنت عايز اضيف ايكون تاني مختلفه لعنصر تاني، يعني لو انا عملت كنترول دي وممكن اغير الاسم العجيب ده علشان احطه علشان يعني احط اي اسم تاني بناء على المكتبه اللي موجوده معايا، ولنفرض مثلا رمز الكاميرا ادي هي ات اف اي بيقول لي هو اف اي كاميرا، مش عايز النقطه، هنسخ الحاجة اللي أنا عايزها بس. ماشي مش مشكلة، اف اي كاميرا، أعمل كنترول اس وبمسح أنا الدوت ديت بعدين. كنترول اس المفروض ديت تكون تو يعني على سبيل التعديل مش أكتر بس يعني. السيناريو ده بيتكرر معاك زي ما أنت عايز، الحاجة اللي أنت بتحطها بتبتدي تكون موجودة. الجميل في الموضوع إنها سكالابل، أنا مش هشرح التفاصيل بتاعت القصة دي، لكن يا جماعة الأمور ديت ما بتبكسلش، ديت اس في جيهات
زوم زي ما انت عايز، عرضها من اي سكرين، راح تكبر راح تصغر معاك، ده تتسرب في الاس في جي. الامر يعني احنا مش هنضيف عليه كتير، بس حابين نقصر القاعده دي، راح نستخدمها ان شاء الله باذن الله باكتر من طريقه في السيشنز اللي جايه، ربنا ييسر. كنا عايزين بس ندي نظره بسيطه عن المكتبه دي، ديت مكتبه ايكونز بس، لسه معايا مكتبات كتير تاني ممكن نستخدمها في فاونديشن. كما ان الامور ما بتوقفش على اني احطها على الشمال، انا ممكن احطها على في اماكن مختلفه، لكن مش راح نقص المفهوم ده دلوقتي يا جماعه. يكفينا ان احنا اخذنا بريف ديسكشن عن طريقه ربط ما بين مكتبه الايكونز بتاعه ومكتبه الخطوط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.